عمرو الليسي على نجوم اف ام. اهلا بكم مره تانية في رمضان الخير، ومعكم عمرو الليسي للاتصال بالبرنامج على رقم 1006 على نجوم اف ام. كلمونا وربنا قدرنا ونحقق كل امنياتكم. عايز احكي لكم حكايه كده قبل ما ابدا اخد اتصالات، يعني يمكن نعرف من الحكايه دي المعنى الحقيقي للحمد، لان مهما كتر الابتلاء واشتدت المصايب لازم يبقى قلبنا عنده يقين ويحمد ربنا على كل حاجه. القصه دي قصه رجل على فكره من الصالحين. مر على رجل كفيف عنده شلل نصفي والدود بياكل في جسمه، ولقاه بيقول الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. اتحجب الراجل وقال يا أخي ما الذي عافاك الله منه؟ لقد رأيت جميع المصائب عليك وتزاحمت عليك الأمراض. فقال له فإنه الله عافاني، أطلق لساني يحمده وجعل قلبي يعرفه وفي كل وقت يذكره. شايفين قد ايه الراجل ثابت ومتماسك وحامل لربه مهما كتر الابتلاء والمصايب. يا رب نكون كلنا حامدين ربنا في الاوقات الصعبه اللي ممكن نمر بيها في حياتنا، ويكون عندنا يقين بنعمه الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. ونبدا ناخد اتصالاتكم. شايف اتصال تليفوني ونقول الو. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. الدكتور عمرو الليسي معايا؟ انا معاك عمرو الليسي، اهلا وسهلا. الله اكبر، الله اكبر، الحمد لله اللي رديت عليا حضرتك. الحمد لله، والله برد على الكل يا فندم، اي حد بيتصل برد. ربنا يخليك ويجازيك ربنا كل خير. انا مش مصدقه نفسي والله العظيم يا استاذ عمرو. الله يخليك يا دكتور. اللهم صل على النبي. الله اكبر، رمضان كريم والله يا استاذ عمرو. وعليك يا ستي، اتعرف بحضرتك ان شاء الله. انا مدام امال من الهرم، والله قاعده في الهرم. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك، تحت امرك يا مدام امال، اهلا وسهلا. الله يخليك، ربنا يخليك يا استاذ عمرو. والله العظيم دعيت في الفجر اللي ربنا حضرتك ترد عليا والله في البرنامج بتاع حضرتك، سمعت عنه. طب والنبي دعي لي بقى لنفسي في الفجر النهارده. الله يخليك، يعني انا ربنا يخليك، انا رديت عليك اهو، خلاص عايزك بقى تدعي لي بعد كده الفجر ده ان شاء الله باذن الله. ادعي لحضرتك، انا مش مصدقه نفسي والله، ده انا طايره من الفرحه اللي انا بكلم حضرتك شخصيا والله. ربنا انا تحت امرك، اموريني تحت امرك. ربنا يخليك يا استاذ عمرو، الحمد لله والله. حكايتك ايه وطلباتك ايه؟ انا ربنا يخليك، كل اذان صاغيه، اتفضلي. الله يخليك، ربنا يخليك، الامر لله وحده. والله يا استاذ عمرو انا كنت متيسر الحال، كان جوزي عايش. انا عندي 37 سنه بالظبط. ايوه. وكان جوزي كويس وكان متيسر الحال وعنده شقه، وبعد كده جت والدته تعبت قوي، كانت معانا والدته مقيمه معانا يعني. ايوه. جت من الصعيد مقيمه معانا. فجت تعبت قوي، قعد يبيع عفش البيت وكده ويقول لي اخلع السلسله واخلع مش عارفه الخاتم واخلع. بقيت اقول له حاضر حاضر بقى، والله بصراحه بقى يودي امه ويجيبها من المستشفيات وعلاج وبتاع. الله يكرمه والله. واخر المتمه راحت امه توفت الحمد لله على كل حاجه. الله يرحمه. جه هو تعب فجاه. لقيته بيقول لي رجلي، بقول له مالها رجلك؟ قال لي ما اعرفش، كان بعيد عنك بعيد عن السمعين يا رب، عنده جلطه او المرض الوحش يعني، جاله على غفله. ايوه. بقيت والله العظيم ابيع عفش البيت وابيع كل حاجه، وراح متفق، هو اتصل على خاله متفق معاه خاله يبيع الشقه، شقه جوازنا يعني. انا معايا ثلاث عيال، وجي خاله خد الشقه بتاعت جوازنا وباعها يعني، وباع كل عفش البيت عشان اللي هو يجري على حاله ويجري على المستشفيات وكده. ايوه. واخر المتمه راح توفى، وانا ده بيا الحال يعني. سابنا، هو يشكر الراجل، سابنا شهر واثنين وثلاثه بعد الموته لمدة سنة بالظبط. جه قال لي مسام معلش انا عايز الشقة. قلت له معلش يا خالي، طب اروح طب انا هديك ايجار. قال لي لا ده انا بيأجروها كتير وانت مش هتقدري على الايجار. بقيت ابكي يعني وادعي اقول يا رب الحمد لله على كل حال، انا صابره كل اللي انت تدوني يا رب الحمد لله. فجيت خدت ولادي، اخويا قال لي نعيش تعيشي في الصعيد وكده، فحريم اخواتي يعني صعب شويه، صعب عليا ولادي. قلت له لا انا هأجر اي اوضه واقعد. أجرت أوضة والله وقعدت، وبقيت والله العظيم ثلاثة، خدت جريت على المعاش بتاعه، كان بيشتغل في مطعم فول وطعمية. أيوة. في أبو الهول. راح عملوا لي معاش 600 جنيه بالظبط، 600 جنيه بحط منهم 200 جنيه للأوضة اللي أنا قاعدة فيها
والحال يعني ماشي الحال، مرة أخد 100 جنيه من أمي، مرة 50 جنيه من أختي، مرة راح أشتغل في البيوت. وأنا أقسمت بالله عندي صمام القلب، بقيت أهله لما توفى قال له ده مراته تقعد وهو اللي يموت، ده مراته اللي عيانة، عندي صمام القلب من قبليه يعني. ألف سلام عليك. طب الحمد لله الحمد لله والله يا قلبي معاك. الحقيقة قصة كلها يعني مؤلمة جدا، وربنا يكرمك. الله يخليك ربنا يخليك. بقول لك كبير والله العظيم، مع احترامي ليك في اللفظ، يعني كان واقع من البيت اللي احنا قاعدين فيه من شقة كنت قاعدة فيها من شات الدور، وشايلين له الطحال في تالتة إعدادي، هو مش عايزة أتعبه ولا عايزة أبهدله في أي شغلانة، ولا عايزة نفسي كده أكمل له تعليمه. طب إيه قولي لي، أنا تحت أمرك إيه مدام أمال المطلوب أقدر أساعد فيه؟ عايزة بس يعني عايزة أجر دكان ولا حاجة أقدر على تأجيره، وتعمل لي أي مشروع، أي بتاع صابون، رياشة فراخ، يعني تجيب البتاع اللي بيصور الورق، هو ابني عارف فيها يعني. اي حاجه استرزع منها. انت عايزه مشروع تاكلي مني لقمه عيش حلال؟ عينيا الاثنين. حاضر يا مدام امال. حاضر ربنا يخليك. عينيا حاضر. هنعمل لك مشروع كده، مثلا زي مشروع ايه؟ مثلا منظفات، مثلا منظفات، اي حاجه اي حاجه اللي تؤمر بيه والله. لا لا، تؤمر انت بيه، احنا خدامينك كلنا، احنا تحت امرك، احنا خدامين. احنا تحت عينينا الاثنين اللي. حاضر. جدا والله العظيم ان انا كلمت حضرتك. وانا كمان ان شاء الله جعلك من اهل الخير يا رب دايما، وتعمل الخير ويقعد لك عند الله يا استاذ عمرو. ربنا يخليك. هيكلموكي من البرنامج على طول دلوقتي حد من الاعداد، وهيرتب مع حضرتك، وهيشوف عنوان سيادتك فين، واحنا ان شاء الله مؤسسه واحد من الناس هتتبرع بانها تعمل لك مشروع منظفات، وحنقول لك هذا المشروع ان شاء الله. ورمضان كريم عليك ان شاء الله وعلى كل حبايبك، ودايما كلمينا واحنا دايما تحت امرك ان شاء الله باذن الله. كل سنه تعمل الخير دايما يا رب يا فندم. والله يا متشكرين ابطال حضرتك. ربنا يخليك يا ستي. لا شكرا على واجب. الحمد لله المال لله، المال لله، ربنا يخليك. ربيت عليا الحمد لله. الحمد لله يا رب. اتشرفت جدا بيكي، وان شاء الله ربنا يكرمك. ورمضان كريم. احنا يا استاذ عمرو والله رمضان كريم عليك ان شاء الله. كل سنه طيبه في رعايه الله. حضرتك طيب، وحضرتك طيب يا فندم. اتفضل سلام. اتفضل حضرتك. ارجع تاني واقول المرأة المصرية دي نموذج رائع للمرأة الشريفة العفيفة الكريمة المناضلة. يعني شوفوا مدام امل اللي بتتكلم دي، لما تسمعوا القصة تاني، دي قصة فيلم سينما والله يا جماعة. الدراما بتاعت الحياة اصعب مليون مرة من الدراما اللي شايفينها في رمضان السنة دي. بجد دراما الحياة قاسية. شوفوا ازاي ان هي جوزها بيموت ويتوفى، وابنها يقع من عمارة، وما عندهاش دخل، وما عندهاش شقة، وطردوها من شقتها، وقاعدة. طبعا هي ما حكتش قاعدة فين الظاهر، بس واضح ان ظروفها صعبة جدا، وكل همها تاكل من عرق جبينها، عايزة تعمل مشروع محترم. تحية لهذه السيدة المحترمة أمل اللي احنا هنعمل لها مشروع، وتحية لكل مرأة مصرية عظيمة فوق رأسنا. المرأة المصرية أمنا وأختنا وبنتنا كلهم ما شاء الله عليهم، بجد إحنا بنفخر بيكم. برنامجنا مستمر في رمضان خير، ومعكم عمرو الليسي. الاتصال على البرنامج على رقم 1006. كلمونا وربنا يقدرنا ونقدر نحقق كل أمنياتكم في رمضان الخير. فاصل ونعود.